خلينا نسمع النائب محمود بدر. يا محمود اهلا بيك معانا يا فندم. ايوه يا دكتور، مع حضرتك. اهلا بيك، ازيك؟ الحمد لله يا دكتور. عامل ايه؟ دلوقتي انت تعرف حاجه عن المواطن اللي رئيس هيئه سكه الحديد قال انه تلقى منه رساله بيقول له انه القطر بتاع شبيل القناطر مشي من غير سواق؟ تقريبا ان انا احد المواطنين ده. انت صح؟ احد المواطنين. طيب عامل مشاكل انت طول وقت يا محمود. ورغم اني ابلغت السيد رئيس هيئه السكك الحديد. قول لي ايه اللي حصل بقى؟ قول لي ايه اللي حصل من الاول؟ انا فوجئت بمجموعه مئات الاتصالات من الاهالي عندي، والناس راحت على المكتب لانه مجاور اصلا هيئه السكك الحديد، وقالوا ان القطر مشي لوحده وانه الناس اغمى عليها من القطر، والناس بدات تنط وحال الذعر الرهيبه بين المواطنين. الزمن ده طبعا مع انه كل الناس بتكلم، كل سمعنا صوت يعني زماره القطر شغاله بشكل مستمر لفتره طويله ومتواصله. طبعا كل الناس انتبهت وبدات تخرج من البلكونات تشوف في ايه. فاللي حصل انه اكتشفنا ان القطار، الناس بلغتني القطر مشي لوحده من غير سواق. تمام. وانطلق لمسافه طويله، ولولا ستر ربنا سبحانه وتعالى كان باتجاه مزلقان الصوالحه، كان داخل على المزلقان والمزلقان مفتوح. والعربيات بتعدي والناس بتعدي والتكاتك بتعدي. وفي الاخر نجحوا ان هم يوقفوه. كويس. انا طبعا تعاملت مع الموضوع في ظل الازمه بتاعت امبارح يا دكتور بمنتهى المسؤوليه. انا كل اللي طلبته قلت اكلم رئيس هيئه السكك الحديد اعرفه الواقع، وطلبت في يعني هو لما ما ردش بعت له رساله طلبت فيها طلب واضح جدا. انا عاوز تحقيق في الواقع عشان نعرف ايه سبب اللي حصل ده وما يتكررش تاني، نمنع حدوثه مره اخرى ونحاسب المسؤول عن هذا الاهمال. تمام. لولا ستر ربنا والناس بتنط من القطر كان ممكن ناس كتير تبقى زي محمد وتيجي تحت عجلات القطر. تمام. وان احنا نبقى قدام كارثه كبيره. بعد مجموعه يعني الحاف الاتصال وعدم الرد بعت له الرساله وعرفته انا النائب محمود بدر نائب دائره شبين القناطر، وحصل عندي كارثه بتقول كذا كذا كذا، وانا بطلب من سيادتك تحقيق الواقع وتشكيل لجنه للتحقيق فيها والوقوف على اسباب ما حصل لمنع حدوثه مره اخرى. كويس. رد عليا في الرساله قال لي هنبقى نشوف الموضوع ده يا باشا. قال لك ايه؟ انا موجوده، هنبقى نشوف الموضوع ده يا باشا. طيب طب وانت اتضايقت من حكايه يا باشا دي ولا؟ لا هو اللي بشر البشر. طب دلوقتي معلش 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 انا مصدق الكلام تماما، بس الجمله دي مهمه، هل بعد ما تقفل ممكن تبعتها لنا على يعني تبعتها لنا؟ ماشي. ابعت لنا الرساله بتاعتك واللي هو هنبقى نشوفها يا باشا دي. والرد بتاع سيادته ده. تمام. واحد. اتنين، بعد ما قفلت بعديها انا استظهرت ان يرد على الباشا او هو يرد كباشا يرد عليا. ماشي. لحد تاني يوم الصبح لم يحدث اي اتصال، انا اقسم بالله لم اكن حتى انوي، انا يعني كلنا طبعا عارفين حضرتك ان احنا عايزين ندعم الفريق كامل الوزير في مهمته. طبيعي. احنا كلنا مش عايزين نعمل ازمات، بالعكس انا كنت لو هو رد عليا وقال لي ان انا اجريت تحقيق حقيقي وسبب المشكله 1 2 3 والمقصر فيها فلان واحنا قمنا مثلا بتحويل التحقيق كان الموضوع اتقفل. بالظبط. ما فيش اي رد على الموضوع ولا عمل اي حاجه.